قبل ما ندخل في قصه الاهلي واسوان، انا حابب ارجع شويه لقصه الاهلي والاسماعيلي، لانه انا مش بس سعيد بمستوى النادي الاهلي ولا بالنتيجه طبعا اللي انتهت بفوز النادي الاهلي، لكن انا سعيد بالاسماعيلي كمان بصراحه. يعني حد هيسالني سعيد بالاسماعيلي؟ اه سعيد بالاسماعيلي. انا سعيد بكل الانديه الجماهيريه لما بتبقى في حالتها. يعني ما تنكرش واحد بالنسبه لك انت كمشجع، انك لما بتفوز بمباراه خصمك فيها كان قوي بيبقى احساسك بالفوز احلى واطعم، يعني غير لما يكون منافس ضعيف او منافس مستسلم او في فوارق كبيره جدا في الامكانيات، فالنتيجه بالنسبه لك تبقى منطقيه، مفيش فرحه، مفيش اه كسبنا تمام جدا. وما تنكرش كمان انه مواجهات الاهلي مع الانديه الجماهيريه اللي في خلفيتها تاريخ طويل جدا من الصراع والهات وخد، وفي كده حاله في اطار اللطف يعني شد وجذب بين الجمهور بدون خروج عن النص، بيبقى برضه ليها متعه تانية. يعني انت لما بتكسب الاسماعيلي او بتكسب المصري غير لما بتكسب البنك الاهلي ولا بتكسب فاركو، صح ولا لا؟ فبالتالي اتمنى ان الانديه الجماهيريه، والاسماعيلي الحقيقه شكله السنه دي غير، يعني انا شفت اسماعيلي مختلف عن كل المواسم الاخيره، دي مش فرقه كانت بتصارع على الهبوط الموسم اللي فات ولا اللي قبله، وده مش الاسماعيلي اللي احنا بنكسبه بقالنا 12 سنه ومش عارف ياخد منا ماتش. فبالتالي لا، ماتش كان اعتقد واحد من اجمل ماتشات اللي شفناها في الدوري في السنوات الاخيره، صراع، نديه، قوه، سرعه، فكرتنا كده شويه، كنت حاسس من بعيد يعني مش من قريب عشان ما نتفائلش قوي، كنت حاسس شويه انها شبه ماتشات الدوري الانجليزي. فبالتالي شبه يعني من بعيد، بس كان فيها الحقيقه كوره وكان فيها رغبه وكان فيها صراع وكان فيها، وهو ده جوهر كره القدم. خليني اتكلم على الماتش ده وعلى مكاسب الاهلي منه، وخصوصا ان احنا بعد اسوان على طول رايحين للزمالك، المباراه المنتظره، المباراه الاهم على اقل تقدير في الدور الاول، والمباراه اللي هيحسم بيها الاهلي ان شاء الله باذن الله اول القابه في الموسم الجديد. نتكلم بالتفصيل مع ضيفنا ونجمنا النهارده كابتن احمد عادل اللي بيشرفنا في السادسه. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء الخير يا استاذ احمد، وسعيد دايما وانا موجود معاك. لو انت مختلف مع اي حاجه انا قلتها قول على طول، ما تكسبش. لا تمام، لو مختلف يعني اي حاجه اكيد هقول. بتهيألي انه ماتش الاهلي والاسماعيلي كبدايه يعتبر بداية قوية جدا، وشكل الإسماعيلي السنة دي مختلف، والأهلي فاز. يعني في ناس كانت بتقول لك الإسماعيلي كان بينافس على الهبوط وكان يعني ند الند للنادي الأهلي، بيتهيألي إنه الإسماعيلي حتى في مستواه أو يعني في مباراته مع النادي الأهلي بيتهيألي استعاد جزء كبير جدا من شكل الإسماعيلي اللي إحنا عارفينه عنه طول عمرنا. يمكن حضرتك في بداية المقدمة وبداية الكلام على مباراة الإسماعيلي لمست حاجة مهمة جدا، وهي الأندية الشعبية. الأندية الشعبية كان مهم جدا التدعيم اللي كان بيحصل اللي بيحصل دلوقتي في نادي الاسماعيلي، وان هو يوصله المرحله دي. نفس ما بنقول عوده استاذ كامل ابو علي النادي المصري هي اضافه كبيره جدا للاستقرار اللي هيعم على الانديه الشعبيه، مع وجود طبعا في نادي الاتحاد حاج زي الحاج محمد مصلحي طبعا، وكل الانديه الشعبيه مهم ان هي تاخد مكانه ثانيه وتبقى افضل من اللي هي كانت عليه. لكن زي ما حضرتك بتقول مع نادي الاسماعيلي هو ند كان ند قوي النادي الاهلي، وخصوصا ده باين للتدعيمات، وده خصوصا لما بيحصل في الفرق الكبيره، لما بتدعم، وخصوصا النادي الاسماعيلي ما دعمش حوالي اربع او خمس لعيبه بالكثير، لكن محافظ على القوام الاساسي، وده يدي له استقرار كبير جدا. لكن مع النادي الاهلي انا زي ما بقول دايما هتواجه صعوبات مع حتى الراجل، وانا كنت شايف البدايه الحقيقيه للراجل من مباراه الاتحاد المنستير. ايوه. مع الاستقرار اللي كان موجود مع التدعيمات، شادي حسين اكيد اضافه، وانا يعني مبسوط له وفرحان له جدا ان بدايه بهدف، ده يديله ثقه كبيره جدا، مع ان الراجل شغال على ان القوام الاساسي للفرقه هو مش حاصر ال 14 او 15 لعيب، هتلاقي فيه تبديلات على طول للعيبه كلها تبقى رجليها في الملعب، زي ما بنشوف شادي حسين بينزل مكانه محمد شريف، او شريف بيبدا بينزل مكانه شادي حسين، برونو سافيو بيأدي بشكل جيد جدا، لكن قفشه بيبقى ليه دور هنا. لما بيبقى عندك اثنين او ثلاث لعيبه في كل مركز ده بيبقى اضافه للتيم على مدار الموسم. صحيح. وخصوصا النادي الاهلي زي ما بتكلم دايما عليه ان هو بيشارك في 6 أو 7 بطولات على مدار الموسم، مهم جدا حته الروتيشن، ودي اللي شايفها من اجابات مستر طبعًا. كولر مع قفشه وبرونو. ليه يعني ليه عندك اجابه على سؤال خاصه بالاثنين، بس خليني اقول حاجه دي انا حسيتها شخصيا. يعني اكرم قلب الاسد طبعا هو مان اوف ذا ماتش، اختاروه مان اوف ذا ماتش، رجل المباراه في المباراه دي، وانا اكرم الحقيقه بحبه جدا، بحبه مش بس عشان كورته، بحبه كمان عشان روحه، ولد في الملعب
يعني راجل بكل معنى الكلمه ويستحقها، رغم انه انا شايف طبعا انه حتى اكرم اللي خد مان اوف ذا ماتش واكرم اللي ظهر قبل كده في اتحاد السيتي لسه ما جابش اكرم اللي احنا عارفينه، اكرم اللي احنا عارفينه سوبر، لكن انا شفته في الماتش ده ديانج. ديانج كما تعودنا ان نراه. انا بشوف انه ديانج كان افضل لاعب في النادي الاهلي في المباراه دي، وده سؤالي للكابتن احمد. كل مباراه بيظهر لاعب، يعني الاتحاد المنستيري لازم تحط عبد المنعم، العوده لازم تحط حمدي فتحي، الماتش اللي فات ده لازم تحط ديانج ومعاه اكرم. وبنحس انه دايما متعودين انه في بدايه الموسم بناخد شويه وقت لغايه لما اللعيبه توصل فورمه، لغايه لما اللعيب يوصل للتوب فورم عنده بدني ومهاري والانسجام، لكن انا شايف ده بيحصل من اول ماتشات الاهلي في بدايه الموسم، ودي بالنسبه لي حاجه ايجابيه، بس برضو علامه استفهام. وهنا لازم نتكلم على مستر كولر طبعا. ازاي بتشوف دور كولر في انه فتره بسيطه جدا قدر يوصل اللعيبه دي؟ كل لعيبه الاهلي نجوم طبعا، مش تقليلا من الاسماء اللي انا ما قلتلهاش، بس دول يعني منورين جدا ما شاء الله، ربنا يحفظهم من بدايه الموسم. لا انا لازم اتكلم عن متولي كمان. ومتولي طبعا، متولي هايل. زي ما حضرتك بتقول، من كل مباراه لمباراه بتلاقي حد متميز، يعني أيوة. خصوصا الاداء الجماعي، هو ده الروح اللي موجوده داخل الفرقه، هو الاداء الجماعي. لكن هتلاقي لعيب بيعدي ال 100% بيتميز لنفسه، ممكن بهدف او باداء رجولي مثلا زي اكرم، او ممكن بهدف زي بتاع عبد المنعم. دي بتبقى حاجه شخصيه ليه او انجاز شخصي ليه. لكن انا بشوف ان اداء اكرم هو بيدي روح للناس اللي حتى اللي حوالين منه، بيدي روح للسردباكات اللي حوالين منه، للديفندر مع اداء اليو ديانج. مش سهل برضو ان السوليه قاعد احتياطي، قاعد لاليو، فبيبقى تغييره، بيبقى بينزل وبيضيف. لكن هنا زي ما بقول لحضرتك، ما يميز النادي الاهلي الفتره الاخيره هي دكه البدلاء. دكه البدلاء لو هتبص عليها مختلفه تماما عن اي دكه بدلاء فريق كبير حتى. بص مين الناس اللي قاعده بره. انت لو قعدت ال 11 اللي لعبوا ماتش الاسماعيلي بره دكه، نزلت 11 تانيين، هتلاقي عندك فريق اساسي برضه، ولا ايه؟ هو ده قوام النادي الاهلي الاساسي اللي لازم الراجل يعتمد عليه، ودي مظاهره ايجابيه. يعني لو لعبت بهاني وياسر وربيعه مثلا يعني وايمن اشرف كانوا بيلعبوا اساسيين، ولعبت بالسوليه ومجدي قفشه، ولعبت بحسين الشحات ومثلا يعني بيرسي تاو مثلا يعني، ولعبت بحسام حسن، عندك فرقتين، عندك فرقتين وجاهزين ان هم يلعبوا.